أشرس وأخطر حيوان زاحف في الكوكب، إنه تنين الكومودو الشرس. لقد أمسك بغزالة مسكينة، حيث يظهر هذا المفترس في مشهد مؤلم وصادم ودموي. ينهش الغزالة المسكينة من رقبتها بدون أي رحمة، وهي لا تزال على قيد الحياة. لا تملك هذه الغزالة المسكينة أي وسيلة دفاع عن نفسها سوى صرخاتها الحزينة والمؤلمة. إنه يمزق لحمها بشراسة. لقد وقعت في فم أشرس وأخطر حيوان في الكوكب، ولا مجال لها للنجاة من هذا المفترس الشرس. تحاول هذه الغزالة المسكينة أن تسحب جسدها إلى النهر محاولة الدفاع عن نفسها، لكن دون جدوى، على ما يبدو أنها لا تستطيع الحركة ولا مجال لها للهرب. يستمر هذا المفترس الشرس بنهش لحمها وتمزيقه وابتلاعه حتى فارقت الحياة. لقد أرعبني هذا المفترس جدا، إنه لا يعرف الرحمة. اكتب رأيك بالتعليقات عن هذا الحيوان القاتل. لا تنس الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس دعما لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.